بون لهنا كمال رانا في من سيدي راشد. هذا كيما نقولوا البلاصه هذه اللي يسميوها باب الجاريه. هذه هون نطلعوا اليوم نجيو طالعين. هذه كي ندخلوا من تحت من القنطره. من القنطره هي. منا الكرمه. كاينين السكان هنا يسكنوا. وهذه اللي سابقا اسمها ريد ليشل. هذه لكن نقدروا حتى نحكيوا عليها. هذه ما كدبنيش رب العالمين. بالك في عهد الدوله العثمانيه ابيبري داروها للجيش الانكشاري زعما. ايه لازم مصادر مصادر باش نقدروا نكونوا سيرين. مصادر كيما يقولوها واثقه. ايه. طبعا مدينة قسنطينة هي من أقدم العواصم فوق الأرض. تسمى ما من لهنا رانا في وسط المدينة بعد. رانا في قلبها. هي طرف من سويقة. إيه. في صلاة البلاد هذه. هذا الحجر نلموه في ربع يديروا الممر طرنا الناس يعرفوا البلاصه هذه يطلعوا يهضموا. كونستانتين ما فيليز يدخل باركو. خلاص نزيدو نحطو لتحت باش نشوفو كاينين اللي انا ايه ولما خرجت هذه اللي الفوق يخرج الرحبه يخرج رحبه الجمال. كي نخرجوا كي نخلصوا هذه نخرجوا رحبه الجمال وهذا الفندق اللي جات الوزيرة بلاص دي شامو صاحبة الجمال بارك الله فيك سي كامل. هاو الدخلة اللي جات الوزيرة ليه هذا اللي قالت لك الوزيرة اللي جات ثقافة كانت الثقافة ودخلت وقالت لهم راح نديرو فيه نقفلوه نديروه ميزي. هذا هو الفندق اللي جات لي. صحة سي كمال. شكرا راح ندخلوه. هاي الفندق اللي جات الوزير هذا هو ودخلت فيه داخلة. ما نقدرش نفضلوا على نفسي طيب الشعر حبه تاع الذكرى هاك حبه سي بون سي بون ضرب ساعة وتلاقى سامحني خويا يعطيك الصحة كمال. كونستانتين مافيل باش في فيسبوك سي بون